قسم للاطفال. وهنا غرفة المرافق. يعني دي الحقيقه في كل الاجنحه الموجوده الان. الابواب اللي فتحت لغايه الاسانسير لغايه اي حاجه بالكود المظبوط بتاعها. لان يعني كل حاجه لما تدور كده تلاقيها كود. ولذلك احنا يعني بنامل مش هناخد اي وقت ان نعترض. التزمنا ايضا بعمل مجموعه من الدراسات الجدوى. ومع اكبر المكاتب الاستشاريه ومعنا اليوم الاستاذ محمد فاروق والاستاذ محمد العزبي من ار اس ال، واحد من اكبر مكاتب المحاسبه في المنطقه. المكتب قام بمجموعه من دراسات الجدوى وكان دائما يحدث الدراسه ونحن نمر بالاعاصير الاقتصاديه في مصر. قامت المستشفى بعمل دراسات تسويقيه عن طريق شركة كونزوني، شركة من القاهرة وليس لها علاقة بالمستشفى، قامت ببحث تسويقي على مستوى الجمهورية تقريبا. دكتورة جدية أنا تعبت جدا الأسبوع، كل الأدوية اللي هو ممكن يكون قد يكون لو أخذها قبل كده دي معقولة جدا. داخلة في كل العمليات اللي جوه المستشفى. إيه اللي حصل؟ الدنيا في العشر سنين اللي فاتوا حصل فيهم تكنولوجيا المعلومات اتحولت من كمبيوتر قاعد في الحسابات بيعمل عمليات محدوده للاطباق اللي حضراتكم شايفينها. عندنا في كوكب الارض 2 مليون ايميل بيتبعتوا كل سنه. طيب احنا هنا بنتطور اليكسيولوجي وصلت بتقنيات جديده بالليتست تكنولوجي بحيث ان ما يكونش في حد احسن من المستشفى دي في اي دوله من الدول. بما اني بتكلم على حاجه اسمها سمارت يبقى لازم الريبورتس دي كلها يتعمل لها جنريشن ايدي. في تكنولوجيز كثيره جدا زي الميكروب بورتنرز معانا في المشروع الضخم ده اتكلموا عنه. نمط الانشاء للمرضى حول العالم. هذه هي مبادئنا وقيمنا الأساسية، تبدأ بالتراحم وتمر بالمسؤولية وتنتهي بالبحث عن الريادة.